معنا من فيلنيوس مفادتنا عزة غريبة، عزة، مواقف لافتة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رغم ما تبعناه حتى الساعة من قمة الناتو، إن كان فيما يتعلق بصواريخ بعيدة المدى، استمرار الدعم، وحتى الحديث عن إدخال أوكرانيا إلى الناتو ولكن من دون أي جدول زمني. تماما، لأن الرئيس الأوكراني يطمح لأن تدخل أوكرانيا إلى العائلة الأطلسية، وأي بديل عن ذلك ربما سيخضع لتفاوض في الساعات المقبلة. الدول المجتمعة هنا، دول الناتو، تدرس مسارات بديلة، ضمانات أمنية يجري بحثها، وأيضا مجلس أوكرانيا الناتو الذي سيعقد أولى جلساته أمس، وأيضا مسارا سريعا لانضمام أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، لأنه ما من إمكانية لضمها حاليا بسبب المادة الخامسة من ميثاق الحلف التي تجبره على الدفاع عن أي دولة إذا ما تعرضت للخطر. في الوقت نفسه هناك تشديد على توسيع حلف الناتو، الجلسات تعقد اليوم بحضور فنلندا للمرة الأولى، والسويد تم رفع الفيتو التركي على انضمامها، وبالتالي قد تشارك السويد في القمة المقبلة، وسيكون هناك بحث في الأشهر المقبلة لضمانات طلبتها تركيا حول ما يتعلق بما تسميه أنقرة مكافحة الإرهاب، وهي تقصد بذلك تسليم السويد لعناصر من حزب العمال الكردستاني. كل هذا سيتم بحثه في الأيام المقبلة، خاصة مسألة أيضا التسليح التركي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مسألة طائرات F-16. إذن كل هذه المفاوضات هي ربما التي أدت بالنهاية إلى إعطاء تركيا الضوء الأخضر لانضمام السويد، وهي مفاوضات مستمرة. دعم أوكرانيا بالسلاح كما ذكرتي، صواريخ بعيدة المدى من فرنسا، 700 مليون يورو خصصتها ألمانيا لدعم أوكرانيا. أيضا ملف ثالث موضوع على الطاولة، وهو دعم الجناح الشرقي للحلف، ويعني تغيير استراتيجية توزيع القوات داخل دول الحلف مخافة أن تمتد الحرب إلى دول أخرى. شكرا جزيلا لك على المتابعة من العاصمة الليتوانية مفادتنا عزة غريبة، شكرا جزيلا.